حمدي النقاص الظهير الأيمن للزمالك خلاص بقى جاهز تماماً لمباراة الاتحاد السكندري يوم 5 يناير الجاي، وده بعد ما تعافى من الإصابة اللي كانت عنده بالعضلة الخلفية. وعرفنا من الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب كان لائق للمشاركة في مباراة النهاردة مع بتروجيت، لكن قرروا إراحته عشان يطمنوا عليه تماماً ويكون جاهز لمباريات الفريق الجاي سواء محلياً أو إفريقياً. بالظبط كده، الزمالك كمان هيستعد أو هيستعيد خدمات قلب دفاع وهدافه محمود علاء في مباراة الاتحاد السكندري يوم 5 يناير الجاري، وده بعد ما كان غاب في مباراة بتروجيت النهاردة بداعي الإيقاف بسبب حصوله على 3 إنذارات.